بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله بالفضل والإحسان جعل الأمن واستقرار النعم مقرونين بالإيمان وبالشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كبيراً. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأمن والأرزاق مقرونين بالإيمان والشكر لله سبحانه وتعالى، وأن زوالهما مقرون بالكفر بالله والكفر بنعم الله. ولهذا دعا الخليل عليه الصلاة والسلام لأهل الحرم بقوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون، وارزق أهله رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالأمن سبب الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والأمن والرزق مطلبان عظيمان يسعى لتحصيلهما جميع الخلق، والخوف والجوع خطران عظيمان ينفر منهما جميع الخلق. فالأمن بدون رزق لا يرتاح صاحبه، الأمن مع الجوع لا يرتاح صاحبه، والرزق مع الخوف لا يتلذذ به صاحبه. فلا بد أن يتوفر الأمن ويتوفر الرزق، ولا يتوفران إلا بالإيمان والعمل الصالح وشكر الله سبحانه وتعالى. وكفران النعم سبب لزواله. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا
لما غيروا غير الله عليهم، كما قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن الله سميع عليم. فالأسئلة مربوطة بأسبابه، فإذا وجدت الأسباب وجدت المسببات بإذن الله، فإذا فقدت الأسباب فقدت المسببات. والأسباب من قبل الخلق يقومون بها ويحققونها، والنتائج من قبل الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلمين أن يتنبهوا، والله جل وعلا يقول: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا كنتم تريدون استقرار الأمن وتوفر الأرزاق فعليكم بفعل الأسباب التي جعلها الله أسبابا لها. أما أن تهملوا الأسباب وتريدون حصول النتائج فهذا من الحمق ومن العجز ومن تمني الأماني على الله سبحانه وتعالى. إن هذه البلاد كما تعلمون كانت تنعم بالأمن الوارد والرزق الواسع بسبب تمسكها بالإسلام، بسبب التوحيد، وبسبب الأعمال الصالحة، وبسبب تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه البلاد تمتاز على غيرها من بلدان العالم بالأمن، كانت مغرب المثل بالأمن، تفوق على الدول التي تملك الأسلحة والمدمرات والأجهزة الدقيقة والمخابرات السريعة. كانت هذه البلاد تفوق جميع بلدان العالم بالأمن والاستقرار، وما ذلكم إلا لتمسكها بشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا غيرت غير الله عليها. الله جل وعلا غير على أهل مكة أهل الحرب، لما غيروا غير الله عليهم ولم ينفعهم أنهم في الحرب. ضرب الله مثلا قرية يعني مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق ورغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سلط الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وغزاه ومكنه الله منهم بسبب أنهم كانوا كافرين بالله عز وجل. وهذه البلاد إذا غيرت غير الله عليها. بالأمس القريب حصلت الأحداث والتفجيرات التي روعت البلاد وهزت الأمن والاستقرار، ولم يكن من الناس تفكير بأسبابها، إلا أنهم يقولون: هؤلاء مجرمون، هؤلاء معتدون، هؤلاء ظلمة. وهم كذلك، هم ظلمة ومعتدون ومجرمون ويستحقون أقصى العقوبات عاجلا وآجلا، ولكن لنفكر ما هي الأسباب التي سلطتهم علينا. إنها من قبل أنفسنا، فلنفكر في أنفسنا وفي أعمالنا لئلا يصيبنا ما هو أشد من ذلك. هذه الأذن
هذه نذر يجعلها الله سبحانه وتعالى ومنبهات، فإن انتبهنا درأ الله عنا الشر، وإن استمررنا فيما نحن عليه فإننا حريدون بالعقوبة التي هي أكبر من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل فكرنا في أعمالنا؟ الصلاة مضيعة فيما بيننا، ولا يصلي إلا أعداد قليلة من عالم كبير تموج بهم الشوارع والبيوت، لو أنهم يحضرون المساجد لضاقت المساجد على كثرتها، ولكن لا يصلي إلا القليل، والكثير قابعون مع النساء في البيوت لا يخافون الله عز وجل، ولا ينكر عليهم أهل البيت الذين يخرجون إلى المساجد ويصلون مع الناس، يتركونهم في بيوتهم وينكرون عليهم ويؤذونهم ولا كأنهم فعلوا شيئا. إن الله لما رأى هذا من بني إسرائيل لعنهم على ألسنة أنبيائه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فبئس ما كانوا يفعلون. وهذا ليس خاصا ببني إسرائيل، وإنما هو موعظة وتنبيه لنا، قصه الله علينا لئلا نحذو حذوهم فيحل بنا ما حل بهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السبيل ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم على ألسن أنبيائه. والسعيد من وعظ بغيره. أليست المحرمات تنتهك؟ أليس الربا متفشيا بين الناس ولا يخافون الله عز وجل؟ أليس الغش والمكر والكذب في المعاملات والخيانة متفشية في معاملات الناس ولا يتنبهون لهذه الأمور والنقود؟ إن الله أهلك أمة بأسرها في قهرها للمكاييل والموازين، كما قص الله ذلك عليكم في نبأ مدين، في نقص المكاييل والموازين. أفلا نتعب ونعتذر ونطيب مكاسبنا من الحرام ونحافظ على الصلاة ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ الله جل وعلا يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فمن يريد التمكين في الأرض ويريد الأمن والاستقرار فليعمل بهذه الآية الكريمة، وإلا التمني على الله لا يبدي شيئا، فإن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد نسب، فمن عصاه عاقبه ومن أطاعه أكرمه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا ينظر الله إلى أنسابكم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلينا أن نأخذ من هذه الأحداث عبرة، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحاسب أنفسنا
فإن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق بعد الأنبياء، لما حصل من بعضهم معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حصلت بالمسلمين مصيبة ونكبة بسبب هذه المعصية التي حصلت من بعضهم، حتى إنها نالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشج في وجنته وهجم المنفر على رأسه صلى الله عليه وسلم، وغاصت منه حلقتان في رأسه، وسقط في حفرة عليه الصلاة والسلام بسبب معصية حصلت من بعض أصحابه. قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ما هو السبب؟ تساءلون ما هو سبب هذه الهزيمة؟ يجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحصلت بهم هذه النكبة وهم الصحابة، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. من عند أنفسكم أنتم السبب في هذا، وذلك أن جماعة من الصحابة خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أوقفهم في مكان وقال لهم لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، لكنهم لما رأوا بدايات النصر للمسلمين ظنوا أن المعركة قد انتهت فغادروا المكان وتركوه، مع أن قائدهم ذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يلتفتوا إلى قوله وعصوا وتركوا المكان، فسلط الله عليهم الكفار مرة ثانية وداروا عليهم وقتلوا منهم 70 شهيدا من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب معصية واحدة ومن بعض القوم، وهم أكرم الناس بعد الأنبياء، فكيف بنا نحن؟ كيف نستغرب ولا نفكر فيما نحن غالبون فيه من أسباب الهزائم وأسباب المصائب وأسباب النكبات؟ ولولا عفو الله جل وعلا لرأيتم ما هو أشد من ذلك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى وتذكروا ما حل بالأمم السابقة وما حل بالأمم اللاحقة مما تسمعونه وتبلغكم أخباره من النكبات بسبب الكفر بالله سبحانه وتعالى وبسبب الذنوب والمعاصي، فخافوا من الله أن يحل بكم ما حل بهم. قال الله سبحانه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. إن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الكفار أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربهم إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أما المؤمنون فإن الله يصيبهم ببعض ذنوبهم لأجل أن يتنبهوا، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى.
أنه يصيب المسلمين ببعض ذنوبهم لأجل أن يتنبهوا ويتوبوا إلى الله ويصلحوا أعمالهم، فإذا لم يتوبوا واستمروا فإن الله يحل بهم عقوبته المستأصلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنكن على خوف، لنكن على خوف من ذلك، وليكن لنا عبرة بما حصل ويحصل في العالم من النكبات والمثلات التي قصها الله علينا في كتابه، والتي تجري على مسمع ومرأى منا، لنغير أحوالنا من سيء إلى حسن، ليغير الله جل وعلا ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ثم اعلم عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأسلله بنفسه، وابذل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، اللهم مزق جمعهم وأضعف قوتهم، اللهم سلط بعضهم على بعض واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين. اللهم كف عنا عدوان المعتدين وظلم الظالمين، اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تمكيلا. اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا وما كسبت أيدينا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم في كل مكان، واكفهم شر شرارهم وشر اعدائهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.